ضيفنا اليوم علم من أعلام الزجل اللبناني، رافق معظم الجوقات وانعرف كشاعر منبري، بنفس الوقت كشاعر وجداني بيملك شفافية الكلمة وجمال الصورة. أستاذ أسعد سعيد، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك يا عم. بالبداية أستاذ أسعد، كونك عضو بنقابات شعر زجل بلبنان، نعم، شو نشاطات هالنقابة ومشاريع المستقبلية؟ نشاطات النقابة السنة رح يكون إقامة عدة مباريات في أكثر المناطق لبنان. لبنان هي جزيرة كتير حلوة، بقى كان في كمان عدة وفود من عدة بلدان، عرب، كان في جزائريين ومغاربة ولبنان بس. قدمنا شيء عن التراث اللبناني وعن تاريخه وعن حضارته. قلت لهم انه المباريات الضخمة للزجل اللبناني بتجمع 40,000، وحتى قال لي 4,000؟ قلت له لا، 40,000. وفعلا كانت المدينة الرياضية ذروه المباريات كانت بحدود 40,000 متفرج. حلو. زجل اللبناني كتراث كتير عميق، بيمتد بعمره لشيء 1500 سنة الى الخلف، وبعضه مستمر. طيب شو وضعه الحالي؟ الوضع الحالي للزجل مثل كل تراث أصيل، في شوية إعلاميا ما عم يتسوق. يعني سنة الماضية سجلنا 13 حلقة هون بتلفزيون لبنان، نعم، وما كان في نشاطات خارج التلفزيونات. يعني في شوية من عصر العولمة عم تنعكس على وضعنا الأشياء التراثية الموجودة بلبنان وبغير لبنان كمان. استاذ اسعد، بالماضي كان يصير كثير حفلات زجل وخصوصا بمراكز الاستياف، هل بهالايام ما عم نلاقي كثير؟ بالماضي ما كان في على الساحه الا الزجل. حاليا في الزجل وفي الطرب، في الطرب المستورد وفي الاغنيه القاشطه. بتذكر بايام عز التلفزيون لما كنا هون كنا نعمل 4 حفلات بالشهر، كان لحقنا بحدود 120 حفلة زجل بين أيار وتشرين أول. يجي أحيانا عنا الشهر مقفل كل ليلة حفلة. نعم. يمكن مع ضوضاء هالعصر وموسيقته العشوائية يمكن الزجل عم يفقد شوي صغيرة رهجته. بعدين نحن كنا بعصر في تلاقي روحي بين التراث الزجلي وبين الشعب. كنا نعيش طبعا، كل جيل بيعيش جيل مخضرم، الأكبر منه والأصغر منه. مع الأسف سنين هالحرب القذرة اللي مرت عنا هون عملت شوية انقطاع بين الأجيال الناشئة وبين التراث. أكيد. بعدين الشعراء الجديد هلأ المفروض أنه جيل الزجل الجديد يربي جيل إله من عمره يتعشقه ويلحقه ويتابعه. يعني الزجل بعده هلا بعدها مثلا بعد الحفلات في 3-4 جروقات على الساحة عم يغنوا، بس طبعا ما في عدد حفلات او في كثافة حفلات مثل الماضي. طيب هون كدوركم كنقابة عم تعملوا شيء تتحافظوا على استمرارية هالفن تجاه هالجيل الجديد؟ عم نحاول انه نخلق جوقات جديدة، ونتعرف على الجيل الجديد ونشوف المؤهلين منهم، يعني واعدين انه نساعدهم. هلا المباريات اللي قلت لك رح ينعملوا، رح نجرب يتطعم بكل منطقه مع الجيل العتيق افواج جديده طالعة، تنقدر نستقطب منهم اشياء يقدروا يتابعوا المسيره بعد منا. استاذ اسعد، امتى مبينت معك هالموهبه؟ باي عمر؟ بالعشره كنت دردش، بلشت بالعشره مش منبري. كانت السهرات تصير بالضيعه، الدبكات اللي تصير بالضيعة، الرقصات الصغيرة اللي تصير بالضيعة. الوالد كان شاعر كمان، كنت اتبارى انا مش اتبارى، يعني كنت احكي معه شوي. بعدين كرجنا هيك ولدت معك. هي الموهبة بتكون خلقاني مع الانسان. بدك الجو اللي يخليها تبرز. صحيح. بالاربعينات رحت على فلسطين. بفلسطين بعد فترة صغيرة صرت شاعر زجلي شعبي فلسطيني. غنيت فترة بإذاعة الشرق الأدنى، وبيقول صبر الشريف بالموسوعة الفلسطينية إنه تعرفت على الأستاذ أسعد سعيد بفترة كذا وكذا، وكلفته إن يجمع لي نماذج من الغناء الشعبي اللبناني. إحنا فلسطين وسوريا تقريبا تراث شعبي واحد. جمعت في عنا من فوق 72 لحن أغنية شعبية موجودين عنا. بعد 48 جيت لهون،
كنا هون كمان كان عندنا جوقة زجلية اسمها الرابطة الزجلية العاملية، كنت عضو فيها. اجي من حيفا تعمل الحفلة هون، اللي يطلعوا فارج السيارة من هونيك لهون. كان فيها الجوقة، كان محمد مصطفى، كان عبد الجليل وهبي، كان عبد المنعم فقيه، كان أسعد سعيد. ب 48 تعرفت على ميشيل قهوجي، انضمت لجوقة زغلول كفرشيما، كمان غنيت فترة فيها. بعدين مثل ما بيقولوا كل جيل مع جيل يلعب، بأواخر الخمسينات أو أوائل الخمسينات تعرفنا على زغلول الدامور. انعملت جوقة زغلول الدامور اللي كانوا الجوقتين اللي برزوا على الساحة الزجلية اللبنانية تاريخيا، جوقة شحرور الوادي وجوقة زغلول الدامور. هون مرق على زجل عمال أكبر مثل ما حضرتك ذكرت، شحرور الوادي وغيرهم. نعم. كيف تلاقي الزجل هذيك الأيام وبتلاقي حاليا؟ هذيك الأيام كان الزجل طبعا أقرب للناس، لأنه ما كان في على الساحة إلا الزجل والقصيدة الزجلية. الزجل معايش الناس بالمناسبات، بالسهرات، بالأعراس. نعم. بالمأتم، بكل مناسبة. يعني الزجل كان الرغيف الفكري للشعب اللبناني اللي يتناولوا على كل الوجبات، وجبات المناسبة. هلا صار في اشياء عديدة يمكن بيلجأوا لها بالمناسبات وهيك غير الزجل. نعم. حاليا يمكن صار في وسائل أخرى بيلجأوا لها خلال الحفلات وهيك غير الزجل. مش فهمت السؤال. يعني حضرتك ذكرت إنه قلت إنه كانوا بالماضي بس في الزجل. إي نعم. بالمناسبات. ايه نعم. وبالسهرات وهيك، حاليا يمكن صار في وسائل أخرى بيلجأوا لها. لا ما في محل الزجل. ما في شيء بحل. في شيء ياخذ من طريق الزجل بس ما بيعبي مطرحه. نعم. هلا شيء قصيده حلوه بعد عيل بذكرتك وما بتنسيها. شو بدي سمك؟ الله يرحم على الحاج لقماطي، الله يرحمه، بيقول له الشاعر خلق بالصخر تفلح سكته، الشاعر خلق بالصخر تفتح سكته، وأكثر من الساعة مسافة تكتو، ولو جيت تعمل واسطة حتى يقول بصير بدك واسطة تتسكتو. بقى من هالعمر الطويل شو بتحبي نماذج نسمعك؟ مثلا شي غزل. ايه غزل. التقيت بواحد سمعني ردي، قال لي هذه حافظ لك اياها من 50 سنة، كانت الردي سطرين بس. قولي بيجي بكلمة لطيفة مغنجي وما تجي، وبألف حجة تحججي، تصب أيامي بكاس الانتظار واسكر بخمرة وهم إنك رح تجي. تسلم على هالقصيدة. كنت بسنتين كنت بنيويورك، عندي أولادي هونيك اثنين، بتلفنوا من الجامعة الثقافية اللبنانية بالعالم لعنا على البيت، بيعرفوا إنه هونيك بدنا سهرة زجلية. قلت لهم يا عمي ما عندي حدا. قال دبر مين مكان وطلع عملنا سهرة. قلت لهم نجرب. وانا اتصلت بشاب من كفر حزير اسمه ميلاد سيسي، ظبطته وطلعنا عملنا حفلة بلوس انجلوس. ولا اجمل من هيك، بعد المغتربين يتعلقوا بالكلمة الزجلية مثل اللبنانية بايام شحرور الوادي. يعني وضع الزجل بالاغتراب جيد، مهم كتير، مهم. يعني اللي بيطلع من تراثه، اللي بيطلع من بلاده، بياخذ تراثه معه وبضل محتفظ فيه، وعنده حنين وشوق له. وعنده حنين وشوق له. رجعوا ستنا من زيت الحفله، اتصلوا ناس من شيكاغو. اول مره بسمع يعني انه بقولوا هونيك بلد هيدي المشاكل شيكاغو. طلعنا عملنا حفله كمان بشيكاغو. ولمعلوماتك انا عامل رحلات بحدود 30 35 رحله بدون مبالغه، من القطب الشمالي للقطب الجنوبي بعدة مرات. يعني من هاليفاكس بكندا للتوريون بالأرجنتين، وكل حفلات مستمرة بتلاقي الناس حوالينا هيك بالمعشر. تنرجع للغزل، لما صارت الردة كبيرة صرنا نكبرها. يعني ردي عن الحلاق بقول شو عملت مع حلاق شعرك يا ترى، شو عملت مع حلاق شعرك يا ترى، تزود القصة وعمل هالمجزرة، شعرك اللي كتبته قصايد تنقرة بعطر الأناني مش بحبر المحبرة،
وكانت بطول الريح هي وطايرة تضيع وما تعرف لوين مسافرة. شعراتك اللي عليهن القص افترى عمرن عمر حبي إلك يا مغندرة. مربيهن وبعرف أساميهن مليح وقاطع بإيدي لكل شعرة تذكرة. تسلم على هالصوت وهالقصيدة الحلوة. خلينا إياك بقى الغزل عنا نحن المنبري هو بيجي الفاكهة بعد معركة المراجل والخبيط والجسمه صح. بيجي الزجل الغزل هو الفاكهة اللي بتتقدم بعد الحفلة الزجلية الطويلة. بلوس أنجلوس نسيت قلك لقيت في اثنين عم يتخانقوا عردة هيدا بيقول إلي وهيدا بيقول إلي والتالت بيقول له لا هيدي القطعة الصحيحة. وفعلا لما وصلت لهونيك سمعون الردة تذكرت معمول الحفلة كنا بجوة القلعة نحن والأخ موسى صغيب والمرحومين إدوار حرب وبطرس دين الله يرحمه. بقول هيك الكاس اللي بإيدك هيك كان بعده مندقر هيك ولما انتلى من دم عنقود عطر بن ايدك وبن تمك استحلى السفر وحتى ما يشرب فيه غيرك يا قمر ويضل حامل من اطابيعك هيك اثر هيك منه لحاله زت حاله وانكسر حتى ما يشرب فيه غيرك يعني منه لحاله زت حاله وانكسر. هون بالمناسبة بدي اسألك خلال هالحفلات العديدة اللي قمت فيها خبرنا هيك شحيت ستاريف حصلت معك على المسرح. قول كل حفلات بصير في حادث طريف بس في حادث طريف وبيضحك وبزعل. كنا مع جوز خلود دامور عاملين حفلة بجوني اللي عامل حفلة وين عملها؟ قام عملها يا ستي على الشط سيج شوية رمل على الشط وعمل المسرح مثل العرزال يا ستي وطلعنا على المسرح ما قعدت الجوة على المسرح وعم غني شوي ولا بوب قشط المسرح بالطاولة وكلنا لتحت على الرمل رجعنا كفاية رجعنا كفاية على من الطاولة على الرمل وقعدنا غنينا. حلو حلو أيامك أستاذ أسعد. في أصوات عم بتطالب بتدريس الزجل بالجامعات شو رأيك أنت؟ يجب أن يدرس يجب أن يدرس الزجل بالجامعات كمادة تراثية ستي. طيب سريت على غطش وبطش ورفقتي وجار وإرزيز وأفكل. طيب هذا الطالب اللبناني اللي بده يدرس تقبط شرا وسليك ابن السلكة ستي يدرس كمان الزجل اللبناني. نعم الزجل ليس عدو الفصحى بالعكس. نعم إذا قلنا العامية إجت بعد الفصيح بيكون ابنها المدلل هي ابنها اللي عم يوصل كل شيء للناس بهاللهجة القريبة. هلا إذا أخذنا نزار أبراني كشاعر بتلاحظ إنه عم ينزل تيفصحن العامة أو تيعمم الفصيح. يعني اللغة المفهوم شو هي اللغة؟ اللغة هي وسيلة إنتاج للتفاهم بين الناس. إذا ما بفهم الكلام شو بدي فيه؟ فإذا أنا من مؤيدي إنه يجب أن يدرس الزجل في الجامعة كمادة دراسية يعني. نعم هل بتعتقد إنه فينا نوضع ضوابط لغوية للزجل أو رح يبقى فن تراثي فترة من تراثه؟ ماذا يفرق الفصيح عن العامة؟ إنه نحن ما في فتحة وكسرة وضمة ما في بالزجل يعني بكل الزجل العامة فتحة وضمة وكسرة ما في في لهجة عامة. هلا لاحظي لكل دولة عربية أو لكل منطقة عربية لهجتها العامية. أنا قاصص من الخليج أصايد بالعامية الخليجية اللي بسموها هونيك نبطة لجسم رئيس الإمارات زايد بن آل نهيان سلطان بن زايد آل نهيان قاصص له أنا قصائد. رحنا مرة على الكويت كان بعد الصباح القديم كنا جوا صار له دمور نحكي نحن قصايد بيحكي سالم الصباح القديم بيحكينا قصايد بالعامية النبطية الكويتية يعني العامية
بكل بلد عربي لا يمكن أن تلغى، ولا عم تلغى الفصحى كمان. نعم، سمعنا هيك ماشي قصيدة غزل بعد. بعد يا ستي أنا قصايد الغزل قليلة، رح نتذكرنا كان مرد. امبارح اجا الساحر قبل وقت المنام، قال لي شو بدك؟ قلت تسحرني اول؟ سحرني عقد الماس عمقلع رخام او شال او فستان ممشوق الاوام، لا لا على بلوزي مثل ريش النعام، سحرني شزر على الصدر مش على الكمام، تضل ضمت من العروه رقبتي وسلم على جيراني زغليل، سلم على جيراني زغليل الحمام. شو عندك بعد يا اسعد سعيد اللي عندك كتير؟ فت على ديرة تعمل معاملة وتعربت شوي. نعم. بقى غيرنا اللي جيبهم مليانة ما بتتعرق بالمصاري، احنا نرشي بردة غزل. قال لي الريسي هون بتحب الغزل، بتحب الشعر الشعبي كتير وعيونها عسليت. بقلها عيونك العسليات دبلها الكسل، وعنهن حكالي خايف من شالك نسل، عالارض الله بعد مثلك مرسل، ولا من نسل حوى حلا قدك نسل، عيونك عسل من نحل رباني ان رسل، ومن هيك لما بالسما بتطلعي بتصير على الارض السما تشتي عسل. تسهلت المعامله، ما فيها مع هيك كلام ما تسهل لك المعامله اكيد. خلي لي اياكي. شو رؤيتك لمستقبل الزجل؟ مستقبل الزجل بقول هالكلمتين، ما بيروح شيء بيكون الشعب بحاجة إله. إلو. إذا تمكننا نخلق جيل زجلي متمكن يقدر يكتسب مثل ما قلت لك جمهور جديد يلفوا حواليه، لا يمكن للزجل أن ينتهي كتراب. هلا نشأ على جانب الزجل المنبري، صار في كتابي بالعامية. نعم. صاروا كتير يكتبوا بالعامية. يفترق عن الزجل إنه اللي عم يكتبوا بالعامية أرفع مستوى ثقافي من شعراء المنبر، وبيكتبوا بلهجة أكثر ثقافي من لهجة المنبر. منبرنا يا عزيزتي تقولي يجمع بين الشعر وبين القول. نعم. ليش؟ المنبر الزجلي حوار، والحوار في حج. نعم. والحج في منطق، والمنطق في واحد وواحد اثنين، ولما بصير الشعر واحد وواحد اثنين ما بيعود شعر، بصير منطق حجة. نعم. بقول لهم أنا أنه زجلنا المنبري، يا بدك تشعر المنطق أو تمنطق الشعر، هاي المشكلة. هلا بالنسبة قلت لك اللي رايحين على مرسيليا بكرة إن شاء الله رايحين على مرسيليا، رحلة موفقة، عاملين لقاء هونيك في مثل ما كان بصقلية في فرنسوية طليان اسبان مالطا كورسيكا. كمان بعد بلاد تاني بدي اخبرك خبري عن المالطيين. نعم. كنت اقعد مع الوفد المالطي بيحكوا كلام من كل الدول اللي مرقت على مالطا واحتلتها، ولمعلوماتك انه مالطا احتلوها العرب كمان. نعم. كان العرب في هونيك. بتلاقي الجمله احيانا جمله عربيه واصله. قعد على الطاوله الى صبي اللي بتغني بالشو اسمه، فتحت الجزين وشالت قصفة حبق وحطت بكل كباية مي اللي عم يشربوا قصفة حبق. قلت لها شو اسمها هيدي؟ قالت لي حبق. عجبت لها حبق؟ عجبت. قلت لها كانوا هن قبل منا بيوم وكانت نحن حفلتنا تاني يوم. قلت لها بس بكرة اطلع على المسرح بتقيلي لي حبق. والله قالت لي حبق. اسمها دينيس هي. قلت لها مين اللي قدك
يا دينيس وقت اللي قدك بميس جاي الليل عقدك فصل بدلة شعر وقيس. حلو. بالله يلي الربيع بمرجدك قلبه اندبق وعكل زهرة جانح فراشي شبق نيسان قدم لك زهوره عطبق وجاي تيشحد من ورد خدك طبق ولما الحبق من فتحة كمامك عبق وشفت الهوى خاطر على باله السبق جن الهوى وجنيت وركضنا سوا سبقت الهوى واللي سبق شم الحبق. هون هي شو قالت لك؟ صارت تزغط ترجموا لي هونيك الشباب. متأسف انه السنة الماضية اخذوا لنا فيديو عن الحفلة وكان في تلميذة طليانية بتتعلم هون بالاشرفية. نعم. اتصلت بالرفيق اللي كان معي انطوان خليل بس ما قدرنا شفناها. نحن وعم نحكي كانوا عم يترجموا من العربي للفرنسي الاسباني واصل. شو بتريد هلا بعد تنسمعك؟ بالختام اكيد ختامها مسك مع شي قصيدة بتسمعنا اياها. رح نسمعك اخر قصيدة. منشان بعدها على مسودة لمارسيليا. طبعا يمكن يكون في انترجمين تكون تلفزيون لبنان المنبر الاول. ها؟ تكون تلفزيون لبنان المنبر الأول. طبعا لما بتحكي هونيك بدك تحكي عن فرنسا. نعم. عن اسماء شعراء. نعم. فرنسويين. الحفله رح تكون بمسرح ميرلان بمارسيليا. بقول لهم ميرلان قدم مسرحه هديه للشعر للكلمه السماويه الصاله سما صارت والمحبين عبوا الكراسي نجوم مطويه وفرنسا من بداية التكوين بعلم وثقافة وشعر مبنية وعطيت من الشعار المهمين شجرة عكل الكون بتري بودلير بالأشعار مثل مين بأزهار شر عطر قدسي ديوانه اسمه أزهار الشر لبودلير وسان جون بيرز صايد وحلوين وإلوار وريمبو وروح شعرية وهيجو ولتر يامو ولا مارتين. لامارتين لمعلوماتك إجا سكن عنا. نعم. مدي هون. صح. الوادي اللي تحت بحمدون نسموها وادي لامارتين. نعم. كتر ما كتب عن قصايد ولا مارتين وجلفك وريفير عيدية بشعرهم معي بالبيت موجودين والصبح ومساء كتب حوالي ونحن على مسرح ميرلان جايين نعطي الزجل سهرة حضارية ولبنان عم ينطر شهر تشرين تيشوف وجه فرنسا بشراك بقمة حضارة فرانكوفونية. حلو. هيدي الختام. ختام. استاذ اسعد انا بدي اتمنى لك رحله موفقه وطولة العمر وتضلك تتحفنا باعمالك. خلينا اياك ان شاء الله بس نجي نعمل طلتين شو حكينا هونيك. اهلا وسهلا فيك. خلينا اياك.